تيزانو هي بدات. الو انت واش قلت لي البلاصه هذه كيف اسمها؟ ياسنا نجوزو لك هو فهمو هاو الشيفور معك. وي خويا السلام عليكم، انا اسمع فيك اسمع فيك. قلت له الرومبو تاع الخروب خلاص هذيك الهبطه نهبط عليها. ايا خلاص واش بيك راك مع السعيد كلوديستا جي بي اس انت اللي فالو هاك. ايا صحه صحه قول له خلاص انا جاي. عرفتها ولا؟ اه عرفتها كيف الحال. هيا روح ديما. اه هملت الحاج. اه الدعوه هملت. ايه هملت تاع الصح لكون نقول لك انا وين رايح تحير. يا السيد ما عندوش شهرين ملي تزوج. اه انسى راني فيغسير تاع مرتو هاي طلبت طلاق هني رايح نجي بيناتهم. يا ضموش بروبليم الحال تاع دريري هذا الزواج تاع بطل. اه وما بقاش روح روح. في الصيف القاطو وفي الشتاء بوكاطو لا غير تخيط مسخرين. شو بتيزان الحاج ومليحه ولا؟ اه مليحه الكبير والصغير هذه. وش الماركه هذه؟ اللي فونطو. اه ضربه في البالون هاتي نشوفها. هاي الله يبارك الله يبارك. كاو كيف الحال؟ الله يبارك. روح روح. ايه روح بسم الله. شو الحاج؟ ماشي بزوخ عليكم. خطرت خطل الدرع عيان ميت. عيان فور مع الخدمة وكذاك تعرف. جات لي المرأة قالت لي سعيد النهار تاع اليوم يفكر في والو. قلت لها كيف على واش كاين غير خير؟ قلت لها هو زيد شوف. قلت لها يا ودي هضري راني عيان يا حميدة. قالت لي اليوم 14 فيفري عيد الحب. شين؟ يا اخي تشيح يا اخي ولا بالك انا نضربك خرجك شنو لا لا تمسكر نشوف الباب المعلقينو نستعربي تضربي في البركوكس ومحمصه تقولي لينا يا عيد الحب. هيا بلا لا خلونا من الجياح قتشي. اما انا نحكي لك هذه الحكايه هذه يا مزوج شحال عندهم هما مزوجين ناس ملاح يا تشيب فاماجيني الله يبارك. المره تاعو طلبت طلاق على الحاج على خاطر ناس ملاح موفر لها كلش. قلت لك انا ما نحبش النوع هذا سيدي وموين ناقصني. ها يا سيدي تحت الدو خوك على باكي تلفوها لك انسى ما يتامنوش الحاج. شوف المراه دي لها وش دي لها تقول لك ما درت لي والو تشوي اللحم على فورتيك تقول لك ما درت لي والو. شوف انايا شوف انا سعيد كيف التزيار انا ما كان لا دخل لا خرجه انا نسابي ما نسحقهمش ما يجيونيش انا الخبز والماء والراس في السماء وش بيه. يا وين الرجال اللي كيما انت انا سعيد في كل حاجه تخصني حاجه وما عندي حاجه وش بيه. مستعربك هم الرجاله بصح ما كانش. لا ما كانش انا بقيت وحدي راجل راني نشوف فيها ما كانش. روح روح ما قال المثل لي راح له كبيرو راح له تدبيرو هي بدات هي والسبع يولد سبع والفار يولد فار كيما انت يا انا فار يا هات تسبع يا سيدي انا اللي قلت اسمح لي. روح روح قال لك ناس بكري الحاج الحر يفهم بالغمزه والبرهوش يفهم بالدبزه. انا كي ندخل للدار ما كاش طابله كلش محطوط انا غير كش ما تسغد دك دك خبط بلا 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 لا لا ستار بيك هاو كيما باش تكون عائلة لازم لك الساس تكون صحيح ابني وعلي وروح وخلي اوه سوا سوا قالها لي جدي الله يرحمه سعيد كان يقولها لي هاتي لي وي حميدة واش قلتي لي كيفا بطاطا زوج كيلو بدا انا نجيب 3 كيلو خير 3 كيلو بي. 3 كيلو انا اللي ندي سيدي في الدار ما كانش لي دي سيدي هاي بينا انا سمعت كلش لا لا انت دي سيدي صح ولا تاك دير قلت لي لا تحب تجيب زوج كيلو قلت 3 كيلو تقولي لي شحال نجيب يا حسرة روح روح يا وليدي بين سيدي على سمادو روح المرأة هذه ما تفتح لهاش العين يا المرأة هذه كيما الطوموبيل ديما راه جون كود رجل على الاكسيراتور ورجل على اللومبرياج ورجل على الفران ورجل على الفران اما بس ما تولي قرنيط الحاج يا وش لازم تكون سبعة سوا سوا سبعة وش بيه يكذب عليك الحاج من النهار الأول المرأة ما كان لا مسلسلات لا كاين فلام لا والو انا اللي ندي سيدي وانا اللي نحكم في الدار وشن تروحي لداركم كيف داركم هذه تيتكم في داركم كل ثلاث ايام تروحي لداركم ما كاش داركم الحاج تروحي شو نديك انا ولا نجيبك
وشن قلسنا فيك عند العتبة؟ هذه نسايا وش بيك انتيا؟ كيفا؟ وشن؟ كيف؟ شاوي؟ شو؟ حال مكاش مكاش لازم كموسة تهدر مكاش. كيف هذا الماكلة انايا؟ ها؟ نتوحش الزعلوخة، توحش العصبان تاع يما، توحش انا اللي انت سيدي، انا نحب التشكشوكة تساليني، ناكل التشكشوكة انا، وش كاين؟ توحش المحاجم، توحش لا كان الاطيب، لا والو العال، شو غاضتني عمري كاع الحاجة. ما تزعف ما والو، روح اوليدي انا على بالي بكلش، روح. كاع الحاجة انا نسوفري وانا نسوفري والحاج، انا نطبع وخلاص، وش تحب انت؟ وش راح ندير؟ روح بالعقل وخلاص. انا من الاول عرفتك. حطني لهنا وليدي. ايه نحطك اول. الحاج استر مستر الله. الناس قاعد تعرفني هنايا، شغل انا كي ريحت لك هدرت. ما تقلق روحك وليدي ما والو. انا من شتك عرفتك. الرجل هتا كلاتها الحجلة. فهمتني؟ شحال نعطي لك وليدي؟ ارى وش كتب ربي. ها. الحاج. نعيط لك كاش نهار وزقع ليها شوف معاها قولها يا ودي سعيد راهو انسان لاباس وباين بلي ولد ناس هلا خلف طحت في غرقه لا زيك كامل دي بليز ماين البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. قدم لكم هذا البرنامج برعاية آجل. آجل اللي يهمنا هو أنتوما. إكسترا البنا بدون حافظ مع رامي ردها إكسترا. شيب سلطان 100% بطاطا طبيعية. شيب سلطان، عيش سلطان زمانك. شبعت بالبلبنة باستا سوسيمي. تشبعت بالبلبنة باستا سوسيمي. شاي إليفانتو 55 يعطيك الحيوية والانتعاش وجامي تنسى بنتو. شيب سلطان 100% بطاطا طبيعية. شيب سلطان، عيش سلطان زمانك. مالو هادي مدانة عمرك طويلة يا وليدي ستني خمم فيك ماما. أنا العجوز راني جاي نتعشاو كيف مالا ديرينا لما الشابة على طعامك المفتوح. عامك بنت وحدها كسكس سوسيمي بنة المفتول ما عندك ما تقول سوسيمي. لمة رمضان مع الحباب ما تحلى غير مع كاسة تاي إليفانتو 55. كل يوم دلل روحك بنكهة جديدة. تسافر بيك لعالم الطبيعة انت وعائلتك وحل القعدة وانت تتمتع بالذوق الرافية في كل رشفة. شاي إليفانتو 55 يعطيك الحيوية والانتعاش وجامي تنسى بنتو. ماذا ما عقد؟ راهي قريب. عرضكم اليوم باش نقدم لكم رامي بريميوم قلب الحبة بنكهات طبيعية وبدون حافظ. حقا يوم دلتك انت على الماعن. كيفاش؟ ندير كاملة الماعن. ما كنتش ضامنة للدنيا بها
عندي مساكن وجدنهم يروحوا ضحية في الحكام. بنتي فكينا من المسلسل ديالك مع أجل رغوت فريها. سائل الأواني أجل بالقوة الفعالة يزيل الدهون بسهولة. أجل سهلة ما تصعبهاش. استفيدوا من العرض الخاص لشهر رمضان الكريم.